نيجي لبرج الجدي. برج الجدي متلخبط اخر حاجه، يعني مش هتكلم على الصعيد العملي، لان العملي هو بقى عامل زي الماشين، حتى لو مغمض عينه بيشتغل، بيشتغل حواسه كلها بتشتغل. فبقول له انت متلخبط في حاجه هتلخبطك، او خلي بالك في حاجه هتلخبطك الفتره الجايه، لكن في حاجه هيضحك عليك فيها، او يعني زعلان من حد فيضحك عليه بكلمتين، حد هيضحك عليه بكلمتين سواء بقى في الشغل او عاطفيا. فبقول له لا، انت بيضحك عليك، خلي بالك بيضحك عليك، او بتتغفل، او في كذبه، او يعني حد بيوديه في حته بعيد عن الموضوع الصح، فخلي بالك.